لم يكن العرب طرفاً سياسياً فاعلاً في الحرب التي اندلعت عام 14، لم يكونوا من المنتصرين ولا من المنهزمين، ومع ذلك فقد قتل من أبناء العرب وجرح الكثير، لأن مئات الآلاف منهم جندوا قسراً للقتال في هذه الحرب العالمية التي لم تكن في الأصل سوى حرب أهلية أوروبية، حرب لم يكن للعرب فيها خندق ولا دبابة، حتى أن الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة الذي أرغمته الظروف على القتال في صفوف الجيش الأمريكي أهاب بالعرب في قصيدة شهيرة أن يدركوا أنهم كانوا مجرد حشو مدافع في صراع العمالقة الذي أنتج المعادلة الاستراتيجية التي حددت مسار القرن العشرين. أخي، انضج بعد الحرب غربي بأعماله وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله، فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا، بل اركع صامتا مثلي بقلب خاشع دام لنبكي حظ موتانا. كان حظ موت العرب أنهم أجبروا على القتال على كلا الجانبين، مع الحلفاء ومع أعدائهم، ولكنهم بقوا جنود خفاء لا تحظى ذكراهم بما تحظى به ذكرى الضحايا الأوروبيين من التكريم والتعظيم، بل إنك لا تكاد تجد للضحايا العرب ذكرا في أي من السرديات التاريخية السائدة في أوروبا. ماتوا بعشرات الآلاف، ولكنهم ماتوا غفلاً من الذكر، عطلاً من دعاء أو رثاء، فظلوا موتى بلا أسماء، الضحية منهم نكرة والجندي مجهول. حاولنا تعقب آثارهم فألفيناهم متناثرين في جميع الجهات، في مقابر فرنسا وبلجيكا وتركيا واليونان وفلسطين. سوف نرى في هذه الحلقة ماذا جرى لأبناء المغرب العربي الذين كانوا أول من خاض الحرب من العرب، حيث أن فرنسا جندتهم منذ بداية المعارك في الجبهة الغربية في سبتمبر عام 14. ثم نرى في الحلقة الثانية ماذا جرى للعثمانيين ومن ضمنهم عرب المشرق في الجبهة الشرقية منذ 14 من نوفمبر تشرين الثاني عام 14، وهو اليوم الذي نؤرخ به لبداية الحرب العالمية الأولى عندنا في ديار الإسلام، لأنه اليوم الذي نادى فيه مفتي دولة الخلافة بالجهاد. أما في الحلقة الأخيرة فسوف نرى كيف أدت الحرب العالمية الأولى إلى تصفية 4 قرون من الوجود العثماني وإلى ولادة عالم جديد في المشرق العربي. تعرض العرب منذ البداية لأفظع ما أفرزته الحرب الكبرى من أهوال، أي لهجمات الغاز. كان استخدام الغاز السام سلاحاً لأول مرة في تاريخ الحروب إحدى علامات دخول البشرية طوراً جديداً، هو طور تصنيع الموت، أي إنتاجه على نطاق صناعي مكثف. وقد كان الجزائريون ضمن أول من تعرض مع الفرنسيين لأول الهجمات الألمانية بالغاز.
أول القوات التي تعرضت لهجمات الغاز هي الفرقة الجزائرية 45 والفرقة الفرنسية 87. كانت تلك الوحدتين الأوليين اللتين استهدفتا، ولكن الجنود فروا طبعا إلى جهات أخرى من الجبهة. أما الهجمات التالية التي شن عدد منها في أبريل نيسان فقد أصابت القوات الكندية والبريطانية والفرنسية، أي أن عددا معتبرا من تشكيلات قوات الحلفاء قد تعرض لهجمات الغاز منذ البداية. مثلت الحرب الكبرى قمة غير مسبوقة في التحالف بين البحث العلمي والتخطيط العسكري. كان تحالفاً فتاكاً بالملايين، كارثياً على الإنسانية. هنا على مشارف برلين في معهد القيصر فيلهلم الثاني، المعهد الذي حصد طيلة القرن العشرين أكبر عدد من جوائز نوبل في العلوم، قام عالم الكيمياء الألماني فريتز هايبر بأبحاثه التي أدت إلى تصنيع الغاز السام تصنيعاً حربياً، فصار يعد أبا السلاح الكيميائي. هو العلم يعدو بالحياة شقاوة لا سعادة كما ظن الشاعر معروف الرصافي، ولهذا فإن الأكاديمية السويدية لم تشعر بالمفارقة عندما منحت فريتز هايبر جائزة نوبل في الكيمياء عام 18، مع أن الحرب الطاحنة التي غذاها باكتشافاته كانت لما تضع أوزارها بعد. اعتمد المجهود الحربي البريطاني والفرنسي إلى حد كبير على أبناء المستعمرة، حيث جندت فرنسا في المغرب العربي لوحده أكثر من 170,000 من الجزائريين وأكثر من 80,000 من التونسيين، وما كادت تحتل المغرب تحت إمرة الجنرال ليوتي حتى زجت بالمغاربة في حربها. رغم أنه لم يمضي على احتلال فرنسا للمغرب سوى عامين عندما اندلعت الحرب، فإن الفرنسيين تمكنوا من تجنيد عشرات الآلاف من المغاربة وإرسالهم إلى جبهات القتال من موانئ مثل هذا الميناء الذي بناه الجنرال ليوتي في القنيطرة. كان عدد المغاربة الذين تم إرسالهم من هنا ومن موانئ أخرى 45,000، ولكن ربع هؤلاء الرجال مضوا دون عودة. الخسائر كانت دائماً مرتفعة جداً في صفوف الجنود المغاربة، لأنه في نظر القيادة العامة الفرنسية والضباط الفرنسيون ظنوا لاحظوا على أن الجندي المغربي يمتاز بشجاعة وببسالة فائقة، فدفعوا بهم إلى الجبهات الأمامية، وبالتالي كانت الخسائر في صفوفهم مرتفعة جداً. من بين 45,000 الذين شاركوا في الحرب قتل حوالي 12,000 مغربي دون احتساب المفقودين الجرحى والأسرى، ما يمثل نسبة 26.6%، وهي نسبة تفوق نسبة الفرنسيين التي قدرت ب 24%، والمغاربيين 15.1%. كانت نسبة الضحايا عالية بين معظم جنود المستعمرات في معظم فترات الحرب، حيث كان كثيراً ما يدفع بهم إلى الخطوط الأمامية لمرمى النيران. حس التونسيون بصورة عامة أنهم سيكونون وقود هذه الحرب. هذا لا يتحدث عنه الكثير إلا بعض المؤرخين الفرنسيين الشجعان الذين تحدثوا عن هذا الأمر، هناك بعض الكتابات حول هذا الموضوع، أي حتى داخل الجبهات كيف كان يصطف الجنود، من يلقى بهم في الأول، من الذي يستكشف الجبهات في مرمى النيران،
وسنعلم بعد أن الفيلق الرابع والفيلق الثامن كانوا هم أول من يدخل أو يحاول خرق الجبهات من الجبهات. ثم يتكلمون فيما بعد بالطبع عن شجاعة هذا الفيلق، ولكن نرى أن في هجوم واحد مثلا يمكن أن يفقدوا نصف العدد، يعني من 2000 جندي تقريبا يمكن أن يموت 1200 جندي. وهذا وقع، هذا وقع فعلا. نعم. يعني هناك بعض المعارك مات فيها أكثر من 1200 جندي لخرق خط دفاعي ألماني بطول كيلومترين فقط. بالتالي هذا هو كان فرنسا أرادت أن تقي أبنائها، يعني أهوال الحرب أو الموت، بالدفع بهؤلاء المجندين من المستعمرات لكي يكونون هم الخارقون لجبهات القتال. ولكن مع التسليم بأنه كانت هنالك تفرقة ضد أبناء المستعمرات، فإن من المؤرخين من يرى أن نسبة الضحايا بين جنود المستعمرات لم تكن أعلى من نسبة الضحايا بين الجنود الفرنسيين. لقد أجريت دراسة بالاستناد إلى الإحصائيات، كما أني استجوبت حوالي 100 من جنود الرماة الجزائريين، وتبين لي من تقديراتي أن نسبة الضحايا كانت تقريبا متساوية بين الجزائريين والتونسيين والمغاربة من ناحية، وبين الفرنسيين من ناحية أخرى. الفارق الوحيد هو أنه قد تبين أن الجزائريين مثلا لم يكونوا قادرين على التأقلم مع ما يسمى بحرب الخنادق، ومنذ إذن صارت القيادة العسكرية تعمد غالبا إلى دفعهم إلى الهجوم، حيث كانوا يقاتلون 3 أيام أو 4 ثم يتم سحبهم من الخلف في المعسكرات. في المقابل أرى أن نسبة الضحايا بينهم كانت أقل من نسبة الضحايا بين الفرنسيين داخل الخنادق، وعليه فإن هذا مبحث لابد من مراجعته، حيث يستدعي الأمر إجراء تحقيق تاريخي دقيق. إلا أن ما سمعه الكاتب التونسي جلول عزونه من والده الذي خاض الحرب مجنداً إجبارياً في الجيش الفرنسي يؤكد أن أبناء المستعمرات كانوا يوضعون على الدوام في الخطوط الأمامية للقتال. كانوا معناه بصفة عامة موجودين معاهم جنود وضباط من فرنسا، وكان يقول لي الضباط الفرنسويين وبالخصوص اللي جايين من باريس كانوا عندهم ثقافة كبيرة وتربية كبيرة واحترام، لكن يقول لي فما ضباط أخرين بالطبع ما من أوساط شعبية ما هوش باهين معنا، وكانوا دائما بصفة عامة الشمال الإفريقي والتونسي والجزائر والمغرب حطوهم في الصف الأول، ودائما عددهم أكثر من العدد الفرنسوي. هذه ثابتة، هذه ثابتة، هذه سياسة رسمية في هذا هو انتباع والدي. لأن هنالك روايات متطابقة، كثير من الروايات تقول نفس الشيء. هذه رواية والدي يقول لي احنا حطينا معناها يسميهم شيركانو، حشو المدافع، حشو المدافع بأبدان التونسيين والمغاربة. وتندرج في سياق هذه التفرقة ضد أبناء المستعمرات حوادث صادمة وقعت على الجبهة الغربية، ولكنها لا تكاد تذكر في كتب التاريخ، وتتمثل في أن الضباط الفرنسيين قرروا إعدام عشرات من الجنود الجزائريين والتونسيين إعداماً عشوائياً ناجزاً، لا لذنب جناه الجنود، وإنما ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الفرار من معسكرات القتال. وقد وقعت إحدى هذه الحوادث التي تعد الأخيرة من نوعها في التاريخ العسكري المعاصر يوم 15 من ديسمبر كانون الأول عام 14 في منطقة زيلباك البلجيكية. في هذا الموضع من بلجيكا أخرج 20 جنديا جزائريا وتونسيا من الصفوف كما اتفق بطريقة عشوائية، وجردوا من السلاح، وبعد أن علقت على صدورهم كلمة جبان صدر إليهم الأمر بالتقدم نحو الخطوط الألمانية وإلى رفاقهم بإطلاق النار عليهم إنهم لم يسقطوا بنيران العدو. وقد يكون جيلبير مينيه المؤرخ الوحيد في العالم الذي تمكن من الاطلاع على الوثائق التي تثبت وقوع هذه الجرائم. Alors moi j'ai fait un gros article là-dessus il y a très très longtemps.
كانت الواقعة يوم 15 من ديسمبر كانون الأول عام 1914، حيث قتل عدد من الجنود حتى يكونوا عبرة للآخرين، كانوا يعدمون عشوائيا. لم تكن عملية زيلباك التي تشيرون إليها واقعة يتيمة، بل وقعت 3 عمليات إعدام عشوائي، الأولى ضد جنود من وحدة المشاة المعروفة بالزواف وكانوا من الجزائريين اليهود، وأخرى ضد أفراد من وحدة الرماة التونسيين، وثالثة ضد أفراد من وحدة الرماة الجزائريين. إذن هذه العمليات موثقة في السجلات العسكرية، إلا أن المشكلة أنه ببلوغ عام 1915 يختفي كل أثر وثائقي دال على وقوع مثل هذه الإعدامات. وهاكم تفسيري كمؤرخ، في عام 1914 كان كل شيء يتم كتابيا، لم يكن هناك تليفون، فلو نزلتم إلى الطوابق السفلية لمبنى الأرشيف العسكري هذا لوجدتم أن الوثائق المتعلقة بأحدى الفرق محفوظة في صندوق طوله 5 أمتار، ولكن في عام 1915 أصبح الصندوق أصغر بكثير. أما عام 1918 فقد صار صغيرا جدا، وهذا يعني أنه لم يعد هناك اعتماد على الكتابة والورق. أتساءل، أفلا يكون السبب في عدم معرفتنا بوقوع إعدامات أخرى أن جميع الأوامر أصبحت تصدر عبر الهاتف، بحيث لم يبقى منها أي أثر كتابي؟ هذه فرضية أطرحها، ولكن هذا مبحث يستدعي مزيدا من التقصي. بدأ التجنيد الإجباري في تونس عام 11، أي قبل 3 أعوام من اندلاع الحرب الكبرى. لم يكن المجندون يعلمون بالضرورة من سيقاتلون، وقد كانت المفارقة فاجعة عندما اكتشف التونسيون أنهم قد جندوا مع الجزائريين في إطار الحملة الفرنسية لاحتلال المغرب. تكرر المشهد عام 14، لم يكن المجندون يعلمون بالضرورة من سيقاتلون، ولكن سرعان ما أدركوا أنه قد يرسل بهم لا لقتال عدو لهم، بل لقتال إخوتهم من العثمانيين، أي الأتراك والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين الذين تربطهم بهم وشائج الإسلام والعروبة. عندها بدأ التململ الذي أدى في إحدى الحالات إلى التمرد وإلى رفض الصعود على البواخر العسكرية. كان ذلك في بنزرت في نوفمبر تشرين الثاني عام 14، أي بعد أسبوعين فقط من دخول الدولة العثمانية الحرب ومنادات المفتي الأكبر بالجهاد. في شهر نوفمبر 30 من نوفمبر بالضبط، عندما رفض هؤلاء الجنود الصعود إلى الباخرة والذهاب إلى جبهات القتال، ما ردوا ذلك أساساً. كما قلنا تنامي هذا الحس الديني وهذا الشعور، في حين أن حتى التقارير العسكرية الفرنسية تنفي هذا الشعور الديني، ونحن نستغرب يعني كما تعلمون هناك يعني تعتيم حتى عسكري لئلا يتطور هذا الشعور ويصبح تقريبا هو السمة الطاغية، وحتى هذا الرفض سيعلل فيما بعد بأننا سنحارب مسلمين مثلنا، وهذا ما لعبت عليه كثيرا الدعاية العثمانية آنذاك من خلال ليبيا بالطبع، وكذلك حتى الدعاية الألمانية. ألمانيا كانت تقول نحن مع المسلمين ضد هؤلاء الذين يريدون الحرب ويريدون بالطبع يعني بعث أو إرسال هؤلاء الجنود للقتال من أجل فرنسا أو من أجل أنجلترا. فبالتالي كانت تسوق الدعاية الألمانية والعثمانية بعبثية هذا الحرب وعدم جدواه. إذن ما حدث آنذاك، عشرات من الجنود التونسيين رفضوا الصعود على متن الباخر التي كانت متجهة إلى مرسيليا، ومن هناك كانت سيرسلون إلى جبهات القتال. ماذا حدث عندما رفضوا الصعود على متن الباخرة؟ ماذا كان رد فعل الضباط العسكريين الفرنسيين؟ فعلا نجد إشارات خلال الأرشيف العسكري الفرنسي إلى هذا الرفض يعني للصعود على، ولكن وقع تعتيم لمعرفة هل أن هذا الصعود يعني ما هي أسبابه، ولكن لم يتم ذكر كيف وقع وقف هذا الحادث وكيف تمت مجابهته.
المعروف اليوم من خلال الوثائق التي اطلعت عليها وحتى محمد بشحامبة أخ علي بشحامبة الذي أخرج أصدر مجلة المغرب في جنيف عندما هاجر إلى هناك للتعريف بالقضية التونسية وللوقوف مع الإمبراطورية العثمانية ضد هذه الحرب قد قال أن هناك ما يقارب ما بين 100 إلى 150 جنديا قتلوا لكي يكونوا عبرة للآخرين على أن لا يعصوا الأوامر العسكرية. هذا الرقم يمكن تأكيده ربما بسهولة ولكن هذا يتطلب بحث ويتطلب وقت بالعودة إلى من تم دفنهم آنذاك ومن قتلوا في ذلك التاريخ بالذات لأن لدينا التاريخ ولدينا ربما المقابر التي دفنوا بها هؤلاء الجنود فبالتالي يمكن التحقق من ذلك ولكن كما قلت يتطلب عمل كبير ولكن هذا العمل تم تعتيم عليه يعني بصورة كبيرة جدا حتى لا ينتشر الخبر داخل تونس وأن لا ينعكس على الجزائر والمغرب مما سيحفز العديد من الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى الجبهات إلى الاقتداء بهؤلاء والعصيان وإذا كان العصيان عاما في تونس والجزائر والمغرب فبالتالي فرنسا ستواجه خطر كبير ولن تقدر على إرسال الجنود إلى جبهات. كان اضطرار المجندين المسلمين لمقاتلة مسلمين آخرين باعثاً على التمرد في أكثر من مكان فبمثل ما تمرد التونسيون ضد الجيش الفرنسي في بنزرت تمرد المجندون المسلمون الهنود ضد الجيش البريطاني في سنغافورة. وردت أنباء آنذاك عن أن بعض الجنود الهنود المسلمين قد تملكهم استياء شديد من إجبارهم على الذهاب لقتال قوات دولة الخلافة أي الدولة العثمانية وقد حدث ذات مرة أن كتيبة كاملة رفضت ركوب الباخرة لكن احتجاج الجنود كان سلميا لست أذكر أين ولكني متأكدة أنهم كانوا سيرسلون إلى العراق وأنهم رفضوا غير أن الواقعة الأخطر هي واقعة سنغافورة التي لابد أن كانت مخيفة بالنسبة للبريطانيين وذلك أن فرقة المشاة الخامسة المتألفة بأجمعها من جنود هنود مسلمين قد عمدت إلى إطلاق النيران على الضباط والجنود البريطانيين فقتلت أكثر من 80 منهم وقد كانت الإجراءات الانتقامية ضد هؤلاء الهنود بالغة القسوة لقد كان تمرداً بأتم المعنى ولا شك أن هذا التمرد قد أصاب الضباط البريطانيين بالهلع لأن المجندين الهنود كانوا بمئات الآلاف فتخيل لو أن عدوى التمرد انتشرت بينهم فأنى للقيادة البريطانية أن توقف ذلك السيل لكن الاحتجاج ضد الجيش البريطاني لم يقتصر على المسلمين لأن الأمور آلت أنذاك إلى أن الوطنيين الهنود من جميع الديانات صاروا يريدون طرد البريطانيين من بلادهم. كذلك كان الأمر في تونس فقد تحول تمرد بنزرت من تعبير عن النقمة الشعبية على التجنيد الإجباري إلى شرارة انطلاق لعمليات مقاومة وطنية ضد الاحتلال الفرنسي وهكذا اندلعت عامي 15 و16 انتفاضة في منطقة جابس جنوب البلاد حيث تحالف التونسيون الثائرون على الاحتلال الفرنسي مع الليبيين الثائرين على الاحتلال الإيطالي بقيادة خليفة بن عسكر ووقعت معركتان في الجنوب تخللتهما عشرات المناوشات التي تكبد فيها الجيش الفرنسي مئات الخسائر في الأرواح وقد ذاع آنذاك صيت ثوار من أمثال محمد الدغباجي والبشير بن سديرة ومحمد بن عون الذين انتقشت أسماءهم في الذاكرة الوطنية وبقي ذكرهم خالداً في التراث الشعبي. ولكن رغم الانتفاضات وأعمال المقاومة فإن معظم من جندوا في صفوف الجيش الفرنسي لم يجدوا مناصاً من خوض هذه الحرب الإجبارية كان من بين هؤلاء
محمد بن مصباح والد السيدة منى وشقيقتها السيدة طاوس زوجة المناضل الأزهر الشرايتي الذي قاتل ضد الاستعمار الفرنسي في تونس كما قاتل ضد العصابات الصهيونية في فلسطين. كان والدهما من قدام المحاربين وحصل لبسالته على وسام الشرف العسكري الفرنسي. هو صغير وما عنده مش يقولوا احنا خاطر دولة مستعمرة. اي صحيح. اجباري باش تهزهم. هزتهم معناتها بالسيف اجباري عليهم. بالقوة. بالقوة. اذا خاطر من تلقاه نفسه باش واحد باش يمشي باش يستشهد في بقعة أخرى وكما يقولوا يحارب على ما غير بليده ولا على غير ضربوا بليده ما نظنش. أما هما هزوهم بالقوة وقتها. ما عندهمش خيار. ما عندهمش حتى خيار. أي ما عندهم حتى خيار هزوهم. وبعد هو عمل حاجة باهية في تونس اللي هو ولد عمه ورجل أختي لازار شرايتي ناظر كان قائد ثورة تونسية وهو زاد عاونهم معناتها كان واقف معهم كان واقف معاهم معناتها كان إذا وطني على بلاده على بلاده على بلاده وعاون. وهذه طبعا وهذه آخر تصويرة للوالد الله يرحمه اللي توفى عام 72 هيك ملامح ملامح تونسية أصيلة وقد احتفظت عائلة أحد أصدقاء والد الكاتب جلول عزونة بوثائق مثيرة تعود إلى فترة أسره في الحرب وتثبت أن من بين من كانوا يزورون الأسرى آنذاك زعماء وطنيين من قادة حركة الشباب التونسي المعروفة بحركة تونس الفتاة ممن لجأوا لدى حكومة تركيا الفتاة في إسطنبول في إطار الكفاح السياسي من أجل التحرر من الاستعمار الفرنسي. هذايا السيد هذا اسمه منصور بن محمد بن أحمد بن علي بن مبروك الباي منصور الباي هذا توفي سنة 76 وبقي 7 سنوات أسير وظن والده أنه مات ووقعت تعزيته فيه إلى آخره وكان ممن زارهم مرات المناضل التونسي الكبير المرحوم علي باش حامبا الذي كان لاجئا في تركيا وكان يحمل لهم بعض الوثائق كان لاجئا للتعريف بالقضية التونسية للتعريف بالقضية التونسية والدفاع عنها وكان يأتي لهذه المعسكرات الأسرى في الحرب ليرفع من معنوياتهم ويفتح لهم الأفاق وكان من جملة ما يقول لهم كان يجيب لهم شوية أدعية وهذوما بعض أوراق 4 أوراق مخطوطة فيها أدعية وهي كلها تدعو إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالقضاء والقدر وإلى الصدق في هذا الإيمان لأنه هذا يأتي بالمعجزات وعزاء كبير إلى آخره فكان يرفع من معنوياته وكان يقول لهم راهو سيأتي يوم سيقع تحريركم وسيأتي يوم ستستقل فيه تونس وبربي قل لهم ما يغركمش مشيش تلقوا ظروف متاع إقامة هنا في رومانيا ولا في تركيا ولا في ألمانيا ولا في بلاصه ولا في فرنسا ولا في غيرها وتعجبكم بنات تتزوجون منهم تتزوجون منهم ولابد أن ترجعوا لتونس وتتجوزوا تونسيات لأن تونس ستستقل يوما ما بفضل تجربتكم أنتم اللي عشتها في الحرب بفضل خبرتكم إلى آخره. وبينما احتفظت بعض العائلات بتذكار الوثائق والصور فإن من العائلات من لم يكن لديها ولو هذا الحد الأدنى من العزاء فقد كان جد هذا الشاب من قدام المحاربين ولكنه لم يكن يعلم أن هناك في سجلات الإدارة العسكرية الفرنسية ما يثبت أن جده قاتل في الحرب الكبرى إلى أن حدثت المفاجأة يوم أتى معنا إلى هذا المتحف الصغير في منطقة فيضة في وسط تونس. هذا بول والد ناموس بول والد هذا هو
ما كنتش تعرف انها موجوده. انا وثائق غير مؤرشفه في الارشيف الرسمي هذه هذه موجوده في المتحف هذا. طبعا وفيه في المعطيات عنه كلها. قبل ذلك فيه المعطيات انه هو في اي عام مولود، مولود عام 95 وانه هو شارك في الحرب كامله عام 14 عام 18 وكان طبعا في الصوم المنطقه الفرنسيه يعني في الجبهه الغربيه. كان تحكي لي امي عليه وأصيب في كتفه، أصيب في كتفه عام 76. إذن هو من عام 45 فيه بيان بالإعانات التي كانت السلطات الفرنسية تقدمها للقدام المحاربين. هنا مثلا تذكر أنه في البداية كان حصول على ثياب، أكثرها ثياب وقماش. هنا يذكر حتى أنه قدم له إعانة عام 46 هذا لتجهيز ابنته للزفاف، لعرس ابنته. خالتك يعني هذا. خالتي الكبيرة. يعني توثيق عائلي. الله يرحمهم جميعا. كان قدر العرب أن يقاتلوا على الجانبين، المغاربة في صفوف الجيش الفرنسي والمشارقة في صفوف الجيش العثماني. وعندما اندلعت الحرب كانت الدولة العثمانية التي نعتها القيصر الروسي نيكولا الأول برجل أوروبا المريض قد خرجت لتوها من سلسلة من الهزائم، حيث أنها عجزت عن صد الغزو الإيطالي في ليبيا، كما فقدت معظم أراضيها الأوروبية في البلقان. ولكن ضابطاً جريئاً اسمه مصطفى كمال نجح في تركيا عام 16 فيما لم ينجح فيه وزير الحربية أنور باشا في ليبيا عام 11 ولا في شرق تركيا عام 14. ذلك أن القوات العثمانية تمكنت بعد 7 أشهر من المعارك المريرة من إحداث المفاجأة بالانتصار على قوات الحلفاء الغازية في شبه جزيرة غاليبولي على مضيق الدردنال. عندما شنت قوات الحلفاء هجومها يوم 25 من إبريل نيسان عام 15 لم يكن الجنود العثمانيون المدافعون سوى فئة قليلة، بل إنه لم يكن لديهم ذخيرة، إلا أن قائدهم مصطفى كمال أصدر لهم التعليمات بالمصابرة والثبات. إني لا آمركم أن تقاتلوا، بل آمركم أن تموتوا. أتوا من هنا. قاد مصطفى كمال طلائع قوات الاحتياط العثمانية لقلب معركة الدفاع عن غاليبولي، فما إن وصل حتى اعترضها الجنود الأتراك كانوا يتقهقرون في هذا الاتجاه، فطلب منهم أول الأمر أن يتوقفوا، فأشاروا للأعداء وكانوا على مسافة مئات أمتار فقط، فقال أثبتوا. وعندما قالوا له إنه ليس لدينا أي ذخيرة أمرهم أن ينبطحوا متمترسين خلفها، وأحجم الجنود الأستراليون عن التقدم وتوهموا أنه قد صار أمامهم خط دفاع تركي قوي. عندها أصدر مصطفى كمال تعليماته: إني لا أمركم أن تقاتلوا، بل آمركم أن تموتوا. وشرح لجنوده أنهم لا بد أن يثبتوا ريثما يأتي المدد، وهذا ما وقع فعلا، فقد أدى استبسال جنود مصطفى كمال وثباتهم لكسب وقت ثمين أتاح للتعزيزات فرصة الوصول إلى هنا وصد هجوم الحلفاء، وهكذا كان، فقد مات معظمهم بعد أن أبلوا أحسن البلاء. لم يكن لديهم آنذاك ذخيرة، لقد أتت الذخيرة فيما بعد، لكنهم تمترسوا هنا وقاتلوا، وتوالت المعركة سجالا على حسب وصول مزيد من المدد لهذا الجانب أو ذاك، لكن عدد ضحايا الأستراليين والنيوزيلنديين كان كبيرا جدا. وأكسب استبسال أولئك الجنود العثمانيين هنا مصطفى كمال فسحة الوقت التي أتاحت وصول التعزيزات وإغلاق بوابة غاليبولي أمام الغزاة.
أما الحقيقة التي لا يكاد يعرفها اليوم أحد فهي أن هؤلاء الجنود الذين أمرهم مصطفى كمال بأن يموتوا لم يكونوا من الأتراك فحسب، بل إن معظمهم كانوا من الجنود العرب. كان مصطفى كمال يقود في ذلك اليوم الأول من المعركة 25 من أبريل نيسان جميع القوات في هذه المنطقة بما فيها فرقته التي كانت تتألف من 3 أفواج، ومن بين أفواجه الثلاثة لم يكن هناك إلا فوج تركي واحد. أما الفوجان الآخران وهما الفوج العربي 72 والفوج العربي 77 فقد كانا يتألفان من جنود عرب، وقد قاتل هؤلاء العرب والأتراك معا ضد جنود الحلفاء الذين كانوا أكثر منهم عددا بكثير، وهكذا صمدوا حتى وصلت التعزيزات. لقد كان اعتماد مصطفى كمال على الجنود العرب اعتمادا كبيرا. صحيح أن دور هؤلاء العرب قد غيب فيما بعد من التاريخ، وذلك في سياق إنشاء أسطورة التأسيس للجمهورية التركية التي نهضت من رماد الإمبراطورية العثمانية، إلا أن الحقيقة أن أولئك الجنود العرب صمدوا ها هنا وقاتلوا وضحوا بأرواحهم، بحيث إن تاريخهم متلاحم مع تاريخ الأمة التركية ومع تاريخ مصطفى كمال أبي تركيا الحديثة. من فوق هذه الربوة في شبه جزيرة غاليبولي قاد مصطفى كمال المعركة التي أدت إلى انتصار الجيش العثماني على قوات الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد كانت تلك بداية شهرته قائداً عسكرياً مظفراً ثم قائداً سياسياً لتركيا الحديثة. وقد بلغ من شهرته وتفاؤل العالم الإسلامي به أن أمير الشعراء أحمد شوقي مدحه في قصيدة شهيرة يشبهه فيها بخالد ابن الوليد الصحابي الجليل، يقول في القصيدة: الله أكبر، كم في الفتح من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي، صلح عزيز على حرب مظفرة، فالسيف في غمده والحق في النصب. ومثلما تفرق ضحايا العرب بين مختلف مقابر أوروبا وتركيا والبلقان، فإن أسراهم أيضاً قد توزعوا على جميع المعسكرات، وقد كان من أكبرها هذا المعسكر الذي خصصته ألمانيا للأسرى المسلمين في منطقة زوسن غير بعيد عن العاصمة برلين. وقع أول نقل لأسرى الحرب الفرنسيين ومن كان في عدادهم من أسرى المغرب العربي في خريف عام 1914، وقد أرسلوا إلى زوسن ومواقع أخرى. لم يكن هناك في البدء فصل بين الفرنسيين والمغاربيين، ثم برزت فكرة فصل الأسرى المسلمين عن البقية. أما الغاية من ذلك فكانت ضمان الظروف الملائمة لاستمالة المسلمين والدعاية في أوساطهم، ولهذا كان الاقتراح بأن يقام معسكر للأسرى المسلمين خصيصاً، وهذا ما حدث، حيث أقيم معسكر في زوسن وأطلق عليه اسم فاينبرغ لاغر، وكان يؤوي الأسرى التتر من الجيش الروسي. أما الآخرون فقد أرسلوا إلى معسكر هافمون الذي أقيم في بداية عام 1915، وكان مخصصاً للأسرى المغاربيين، ولكنه كان يؤوي أيضاً الأسرى الهنود ومجموعة صغيرة من الكوريين والفيتناميين. هنا في هذا المعسكر أقيم أول مسجد أو مصلى في تاريخ ألمانيا، وقد حرص القيصر الألماني فيلهلم الثاني على بنائه من حر ماله، فقد كانت ألمانيا تجتهد في معاملة الأسرى المسلمين من مغاربة وأفارقة وهنود وتتر بشيء من الرفق، أملاً في ترغيبهم عن فرنسا وبريطانيا وروسيا وفي استمالتهم إلى الجانب العثماني، أي إلى حليف ألمانيا الإسلامي.
بني هذا المصلى في بداية الحرب العالمية الأولى، أي أواخر عام 1914 وأوائل 1915. وقد تكفل القيصر الألماني فيلهلم الثاني بنفقات البناء من ماله الخاص. كان هذا المصلى يمثل في أحد الوجوه عملاً دعائياً. كان يقيم في برلين عقب الحرب حوالي 400 أو 500 مسلم، وقد كانوا يأتون هنا لصلاة الجمعة، وكانوا يؤمونه خصوصاً في رمضان. ومن بعد شيد المسلمون بأنفسهم مسجداً آخر في برلين. وبما أن هذا المصلى كان مبنياً من الخشب وليس من الحجارة، أي أنه لم يكن بناءً صلداً متيناً، فإنه قد انهار أواخر العشرينيات بفعل الزمن والإهمال. بلغ التنسيق بين الحليفين الألماني والعثماني حد استقدام عرب من السياسيين والمثقفين المعروفين لزيارة الأسرى، وذلك في مسعى لرفع معنوياتهم وإقناعهم بموالاة الدولة العثمانية وحليفها الألماني، وذلك على أساس أن هذا هو الطريق الأوحد لتحرير أوطانهم من الاستعمار الفرنسي والبريطاني. كان هنالك في المقابل بعض الأنشطة التي كانت تشمل التمرينات والألعاب الرياضية، كما كان برنامج الترويح أو رفع المعنويات يشمل استقدام زوار كبار من الزعماء الوطنيين العرب من أمثال المصري محمد فريد والتونسي صالح الشريف، اللذين كانا يروجان لقضية تحرير مصر وتونس من الاستعمار. كما كان من بين كبار الزوار رجل الثقافة والسياسة السورية الشهير شكيب أرسلان، الذي جاب مناطق مختلفة من ألمانيا وأتى إلى هنا، وعندما زار مدينة كولونيا قابل عمدتها. كان العمدة أنذاك هو كونارد أدناور، الذي سيصير بعد الحرب العالمية الثانية مستشار دولة ألمانيا الغربية. كان كل هذا جزءا من الأنشطة في معسكر الأسرى. قال الأخبار عتيق رمضان وبحديثهم هزلونا، جبدوا الكواضع والأقلام وباللسل ما داونا، هزونا حتى الألمان وبرصاصهم جرحونا، من قدر رب علينا. أثناء تتبعنا لآثار الجنود العرب في الحرب العالمية الأولى، اكتشفنا أن علماء اللسانيات والإثنوغرافيا الألمان قد اغتنموا الوجود العربي القسري في ألمانيا آنذاك لإجراء دراسات ميدانية في معسكر زوسن. كان من أعظم ثمار هذه الدراسات أنها خلدت لنا تسجيلات لأصوات عدد من أسرى المغرب العربي، بحيث أن من كان جندي خفا مجرد رقم في إحصائيات الموت قد صار الآن إنساناً يروي محنة ويبث شكوى، صار ذا صوت يخاطب سمع الزمان. كان معظم الجنود من البسطاء الأميين أو الذين لم يتجاوزوا حفظ نصيب من القرآن الكريم، ولكن من أنفس ما اكتشفناه في هذه التسجيلات الألمانية صوتاً لأسير مغربي ينشد أبياتاً من أراك عصي الدمع. نعم، هنالك في إنشاده هنات وأخطاء، ولكن تمثل هذا الأسير البسيط برائعة من عيون الشعر العربي يثبت أنه كان عارفاً بقصة أشهر وأشعر أسير، الشاعر الأمير أبي فراس الحمداني، الذي عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي ووقع في أسر الروم مرتين، فكان من أبدع رومياته أراك عصي الدمع، التي يشكو فيها ألم الأسر ولوعة الشوق، ولكن
بكل شمم وعزة نفس، وما تلك إلا شكوى الحر الكريم. أرثاث الدم سماتك الصبر